بالكوفة من دارة راح الحومة دار الحوار، قالت لا ذكرني بعالي ويومه قال لها صار. بالكوفة رتراح يلا صوتك دار الحوار، قالت لا ذكرني بعالي ويومه قال لها صار. بالكوفة بالكوفة من دارت راح الحومة دار الحوار، قالت لا ذكرني بعالي ويومه قال بالكوفة بالكوفة قالت لا قالت علي علي نسمعت وقع الحوافر والمصاهل يعتلي والمصاهل يعتلي، منسمعت وقع الحوافر والمصاهل يعتلي، طوعة صاحت يا الغضنفر يا العرينك منزلي يا العرينك منزلي، حومة لو دارت يا مسلم بيك اريد انظر علي بيك اريد انظر علي، قالها وبثغرة ابتسامة اذا قومي وهللي اذا قومي وهللي، هاي ابتسامة بثغرة مرسومة لو ذو الفقار، قالت لا ذكرني بعالي ويومه قال لها صار. بالكوفة 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 وين صوتك؟ إيه بارك الله بك. إيه قالت إيه عمكت وصف الأعادي بلقب قتال العرب بلقب قتال العرب، سامعة ودي أشوفه لا تريدني بهالطلب لا تريدني بهالطلب، قالها ما أتقن قتاله علي آية من العجب، راح أعرض لمحة عنه سيف ياكل بالرقب سيف ياكل بالرقب، سلسيفة وهي تعاين رسومة بعيون نار، قالت لا ذكرني بعالي ويومه قال لها صاح. بالكوفة حومة دار الحوار، بالكوفة قالت لا برز باسم حسين مسلم عزم يتباهى بعزم عزم يتباهى بعزم، هو واحد وش كثرهم زلمة ضيت شبه الزلم زلمة ضيت شبه الزلم، علم درب على المهارة نظرة طوعة وتبتسم، حتى عدوان شهدت له بهالمقاتل والنعيم بهالمقاتل وين قول المثل رواه منجومه بعز النهار، قالت لا ذكرني بعالي ويومه قال لها صاب الحوم بالحوم حومه فمن دار الحوار
قالها شوف اليد انا يمي والله سالم ما يرد اقص رجله وكون اذكرج باللي قص رجله بناود ادري هالضربه تعجبك على العسكر من اشد طوعه يم الباب صاحت اعد يا مسلم اعد اعد يا والحومه كلها بكفه ملزومه رغم الحصار قالت لا ذكرني بعلي ويومه قال لها صار بالكوفه بالكوف دار ال بالكوفة بالكوف قالت له اي بلاد رعوس هام ترمي تفتشين هو يدار رعا تفتشين هو يدار رعا تعدي عن الباب قالها واسمحي لي من اشلاعه واسمحي لي من اشلاعه بهاي ذكرتك بحيدر باب خيبر يقلاعه باب خيبر يقلاعه لكن بس ينقصني مرحب خلي يجيني واصراعه خلي يجيني كل النفوس قباله مهزومه بيوم المغار قالت لا ذكرني بعلي ويومه قال بالكوفه بالكوف دار ال اي بالكوفه بالكوفه قالت له بهالصفات الحيدرية عليه لا ما ينقدر عليه لا ما ينقدر أي سو الخطة قالوا نظفر بمسلم غدير نظفر بمسلم لو ان ما غدر ابن ملجم علي ما شاين طبر علي ما شاين شغل مسلم من أمامه وخلف حفرة حفر اي طاح البطل وانذاعت علومه بعجل غبار قالت لذكرني بعلي ويومه قال لها صار بالكوفة بالكوفة قالت له اي صوتك بس يلا هي اي بارك الله اي بالكوفة قالت له اي مسلم لأدى السفارة ينتظر نحر الحسام ينتظر نحر اكتفت من قصر الإمارة عين متروسة بكلام عين متروسة يقل له سويت العلي واعتذر لك يا الإمام واعتذر لك سيف هذا ارتفع يعني أنا ميت والسلام أنا ميت مسلم كتب تضحيته بدمومه وخط اعتذار قالت لذكرني بعلي ويومه قال لها صار بالكوفه بالكوف دار الحوار قالت بالكوفه قالت له قالت اي بالكوفة وبالكوفة من دارت راح الحومة
دار الحوار قالت لذك يومه قال لها صار ويا مسلم زلزلت الكوفة ويا مسلم ويا مسلم زلزلت الكوفة ويا مسلم ويا مسلم زلزلت الحل ويا مسلم ايو عنوانك واضح عنوانك غطيت الثورة بوجدانك للعالم يشهد ايمانك تاريخ الامجاد نشوفه ويا مسلم ويا مسلم زل صرخاتك بالدم نحييها يا سور الدين يا وما بيها صرخاتك بالدم نحييها يا سور الدين يا وما بيها راية عباس نعليها راية عباس نعليها شيعة ونقسم لك بجفوفة ويا مسلم ويا مسلم ويا مسلم ويا مسلم وياك الحد قطع المنحر ما نتراجع ما نتأخر وياك الحد قطع المنحر ما نتراجع ما نتأخر عن هذا الحب ما نتغير دمك يتجدد معروفة ويا مسلم ويا مسلم ويا مسلم ويا مسلم لاموني بحبك لاموني يا أقرب من هاي عيوني يا أقرب من هاي عنك هيهاتي بعدوني عنك هيهاتي بعدوني والخالد بد ما ننطوفه ويا مسلم زل فاو يا مسلم يا مسلم زل فاو يا مسلم حبيتك يا شمعة عمري حبيتك يا شمعة عمري والناس بهذا الحب تدري مجنون بحبك من زغري والراية بنصرك محفوفة ويا مسلم ويا مسلم يا مسلم ويا مسلم حبيتك والحب يكفيني بينك صار الشوق وبيني دم نحرك دلاني بديني دم نحرك دلاني بديني يا مجنون نقول نعوفة ويا مسلم ويا مسلم يا مسلم ويا مسلم يا أقرب من كل شي بروحي يا همي وحزاني ونوحي يا بلسم وداوي جروحي روحي لشباكك ملهوفة ويا مسلم ويا مسلم يا مسلم
واو يا مسلم زلزلت الكوفة.